السلام عليكم. اليوم بنتكلم عن موضوع مثير وشيق ويهمنا جميعا، وهو هل مدينة جدة تتحرك بالفعل؟ وراح نربط الحديث هذا بجيولوجية البحر الأحمر اللي هو واحد من أعظم البحار وأكثرها تأثيرا في منطقتنا. أول شيء خلونا نتفق إنه الأرض اللي واقفين عليها ما هي ثابتة. الأرض عبارة عن صفائح تكتونية ضخمة تتحرك باستمرار، وإحنا في منطقة البحر الأحمر بنعيش على حافة صفيحة تكتونية رئيسية. البحر الأحمر اللي نعرفه كلنا ما هو مجرد بحر عادي، هذا البحر هو نتيجة لانفصال الصفائح التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية. تخيلوا معايا، الأرض اللي واقفين عليها مقسمة لصفائح ضخمة تتحرك باستمرار، والبحر الأحمر هو حرفيا الشق اللي بين هذه الصفائح. لو نرجع شوي للتاريخ راح نلقى أن البحر الأحمر أصلا ما كان موجود قبل حوالي 13 مليون سنة. في هذه الفترة الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية كانت متصلة ببعض، لكن مع مرور الوقت حصل الانفصال وبدأت الصفيحتين تبتعد عن بعض وبدأ يتكون البحر الأحمر. البحر الأحمر يتوسع يوم بعد يوم بسبب الانفصال الحاصل بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية. هذه العملية اسمها الانفتاح التكتوني اللي خلي البحر الأحمر يكون زي الشق الكبير بين القارتين. ولو ندقق على حركة البحر الأحمر على مدار السنوات بنلاحظ إن كل سنة يتوسع بمعدل 2 سنتيمتر. طيب هل هذا يعني إنه مدينة جدة تتحرك؟ بالفعل، بما أن جدة موجودة على حافة الصفيحة العربية، فمع توسع البحر الأحمر وتحرك الصفيحة العربية باتجاه الشرق تتحرك معها كل المدن الواقعة على الساحل بما فيها جدة. لكن هذا التحرك ما هو ملحوظ بحياتنا اليومية، لأنه التحرك بشكل بسيط جدا. طبعا جدة تتحرك وتبعد باتجاه الشرق بسبب هذه العمليات الجيولوجية، والحركة صغيرة جدا لدرجة أننا ما نقدر نحس فيها بدون أجهزة دقيقة تقدر تقيس حركة الأرض. بالإضافة للتوسع، البحر الأحمر معروف بالنشاط الزلزالي والبركاني، وبرضه بسبب الحركة التكتونية المستمرة المناطق حول البحر الأحمر معرضة لزلازل من خفيفة إلى متوسطة. كيف نعرف إنه جدة تتحرك؟ خلونا نوضح أكثر عن التقنية اللي تخلينا نعرف إنه جدة تتحرك. أهم طريقة هي باستخدام تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع اللي يعرف بالGPS. نعم، هو نفسه اللي نستخدمه في الجوالات لتحديد المواقع. المتخصصين يستخدموا نفس التقنية لكن بأجهزة أكثر دقة. هذه الأجهزة موجودة في أماكن ثابتة على الأرض وتقدر تقيس الحركة الدقيقة جدا اللي ممكن تكون بالأجزاء الصغيرة من المليمترات. من خلال مراقبة هذه البيانات على مدى سنوات، المتخصصين اكتشفوا أن مناطق كثيرة حول البحر الأحمر تتحرك باتجاه الشرق، ومن ضمنها مدينة جدة. طيب هل هذا خطر علينا؟ ما نقدر نقول ان التحرك بحد ذاته خطر مباشر، لانه زي ما قلنا الحركة بطيئة جدا، لكن الزلازل اللي ممكن تصاحب هذه الحركة هي اللي ممكن تشكل خطر. جدة ومناطق الساحل الغربي بشكل عام معروفين بكونهم عرضة لزلازل خفيفة بسبب النشاط الجيولوجي للمنطقة. لهذا السبب البنية التحتية في جدة وغيرها من المدن الساحلية دائما تكون مجهزة لمقاومة الزلازل. هل في مناطق أخرى تتحرك زي جدة؟ طبعا جدة ما هي الحالة الوحيدة، كل المدن الواقعة على طول الساحل الغربي للمملكة من تبوك شمالا إلى جازان جنوبا كلها تتحرك بشكل مشابه. حتى المدن الواقعة في شرق إفريقيا، إرتيريا، السودان، أثيوبيا، كلها تتحرك لكن باتجاه معاكس. الشيء اللي لازم نلاحظه هو إنه الحركة هذه متعلقة مباشرة بالتوسع المستمر للبحر الأحمر. هذا يعني إنه المناطق القريبة من البحر
هي الأكثر تأثرا بهذه الحركة التكتونية. في النهاية وباختصار، نعم جدة تتحرك لكن بشكل بطيء جدا ما نقدر نحس فيه. هذا التحرك جزء من العمليات الجيولوجية الطبيعية اللي تمر فيها الأرض بسبب الانفصال التكتوني بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية. في حفظ الله.